احنا وصلنا المره اللي فاتت ان احنا عملنا انترفيرنس تشيك، اخترنا كل حاجه مع كل حاجه، فطلع لنا مشكلتين اللي احنا اتكلمنا عليهم، الوول مع العمود والوول التاني مع العمود. طب ازاي احل المشكله دي؟ هسيب الريبورت شغال او مفتوح على اليمين، لان هو فيه اوبشن ان هو يعمل ريفرش يعني ايه، يشوف انت حليت المشكله ولا لسه ما زالت المشكله موجوده. فانا هعمل كليك على الشاشه علشان اطلع من الريبورت، واجي اعمل اسكيب، هختار عايز اعمل جاين ما بين الحيطه والعمود. ازاي اعمل الجاين ده؟ من الموديفاي هلاقي امر الجاين، ولو انت اخترت اي اليمنت منهم هيظهر لك برضو امر الجاين. الطريقه اللي تشوفها اسهل، هختار مثلا الوول هيظهر لي امر جوين، فهقول له جوين جوين ايه مع ايه، هقول له جوين العمود مع الوول. حصل الجوين خلاص. طب ازاي اعرف انه حصل الجوين؟ ان انا هقول له هنا ريفرش، هلاقي مشكله من المشكلتين اتحلت. طيب وكمان لما لو عملت اتش لهذا العمود، يعني هايد لهذا العمود، هبص هلاقي الحيطه دي بقت مفرغه، فيها مكان حذف منها علشان العمود يتواجد فيه. وطبعا المنطقي هو عمل الشيء المنطقي. ايه الشيء المنطقي؟ انه الاوفرلاب بين العمود والحيطة ما شالش جزء من العمود، لا شال جزء من الحيطة، وده الشيء الاوقع. لو شلت ده مثلا هلاقي دي الفتحة اللي احنا بنتكلم عليها، اللي يعني الوول حذف. انا عملت اتش ار عشان ارجع الـ كل الحاجات انا اخفتها باتش اتش برجعها بالاتش ار. طيب يبقى احنا دلوقتي حلينا مشكله ايه؟ مشكله الحيطه دي مع العمود ده. لسه ما حلناش مشكله الحيطه دي مع العمود ده بنفس الامر جوين، هقول له ده مع ده، خلاص اتحلت المشكله. فلما هروح مره تانية في الكولابوريت واقول له انترفيرنس تشيك، ران انترفيرنس تشيك، بيقول لي انت عندك 3 حاجات. اقول له انا عايز اشوف ال3 حاجات وعلاقتهم مع بعض عامله ازاي، هل في مشاكل ولا لا. هقول له اوكي، فهيقول لي نو انترفيرنس ديتكتد، يعني مفيش اي مشاكل، العلاقات سليمه جدا بين الحاجات وبعضها. طيب نرجع تاني للجراوند فلور. حتى لما اجي الاقي بقى يعني بختار الحيطه، خلاص بيتحذف الجزء ده منها وكانه مش موجود، كانه مش موجود. في حين مثلا لو طولت الحيطة بهذا الشكل، هو الحقيقة هنا موجود. اقدر طبعا خلاص عشان احل المشكلة بقى بعمل جوين، ان انا فاهم خلاص ان في تقاطع مش سليم بين الوول وبين العمود، انا عملت الجوين. طيب اختيار الماتيريال مهم، واختيار الانديكيشن بتاع كل ماتيريال كمان مهم، لان ده بيظبط لك العلاقة دي. يعني مثلا انا هتعامل مع الحيطه دي وكانها خرسانه مسلحه زيها زي العمود. يعني ايه؟ ان هشوف العمود ده ايه الماتيريال بتاعته. الماتيريال بتاعته كونكريت كاست ان بليس جراي، فهقول مثلا ان الحيطه دي هدخل جوه الاستراكشر بتاعها، وهقول له ان الاستراكشر بتاعها هعمل كده، هدخل اعدله، هقول له ادور على الكونكريت كاست ان سايت او كاست ان بليس، هقول له اوكي، هقول له اوكي، نشوف ايه اللي حصل. داب العمود مازال موجود، لكن هو فاهم ان لو في 2 ماتيريالز او 2 elements الماتيريال بتاعتهم واحده، ما بحطش خط فاصل بين الاثنين. هو فاهم هذه التفصيله، ودي تفصيله تفيدنا جدا في الوركينج دروينز. كده يبقى احنا عملنا ايه؟ عملنا الاعمده الانشائيه، طبعا كستراكشر الاعمده الانشائيه، وعملنا ال3 انواع من الفاونديشن. ونستكمل ان شاء الله في الجزء اللي جاي.